انتي شو عم تحاولي تساوي؟ ما عم ساوي شي. وشو هاد اللي عم تساوي؟ طلعي، انتي ببيتي جوات مطبخي، وبنتك بغرفة ابني، وزوجي بسببكم زعلان مني وهاملنا وعم يدور على جمال، ولادي طول الوقت عم يسألوني مين هدول الناس وليش موجودين ببيتنا. بهار، شو بدي أقول للولاد؟ بقلن هالمرة أبوكم كان متزوجة؟ كيف يعني ماله هون؟ أنا مبارح جبت له هون، قالوا لي بده فحوصات. طيب أنت ما تركت معه حدا مرافق؟ لا والله ما تركت حدا، طلعت لي شغلة مستعجلة ورحت. يا أنسي، يمكن يكونوا بعتوه على قسم تاني، تأكدي منيح من السجلات. ماشي. جمال كرمة. ايه ما في، بلكي انتم خربطين والبيبي بمشفى تاني. استغفر الله. شش، اسمع، شو اللعبة اللي عم تحاول تلعبها؟ حضرة المفتش، بحلف لك اني حطيته هون، وانا لما تركته كان بهي الغرفة، وحتى كان في ممرضة غيرك مو انتي، وكان مع دكتورة هي فحصته. حضرة الممرضة، رجاء طالعي اسماء اللي كانوا مناوبين ليلة مبارح، رح ابعتهم لمديرية الامن. تمام؟ طيب ماشي. اسمعي، ما بدي شي غير زهرة تكون منيحة ومبسوطة، وما بيهمني شي تاني، ما عندي اي نية اني فوت على حياتكن واخد منك ميرزا وبيتك. انتو انفصلتوا عن بعض من سنين، اتطلقتوا، وميرزا صار عنده حياة جديدة ومسؤوليات جديدة، ما بيحقلك تظهري بحياتنا فجأة وتقلبيها فوقاني تحتاني. ما عندي نية خرب لكم حياتكم، أساساً انجبرنا نجي لهون ليلتقى جمال، وبعدين أنت بتعرفيني منيح، إذا بتتذكري نحن كنا أصدقاء مقربين من بعض، وكنت أحكي لك كل أسراري. هالشي كان من زمان، بس كله صار بالماضي. ميرزا هلأ زوجي وأبو ولادي يا ملك، مستحيل أقدر أحكي لأولادي عن أي قصص بالماضي، وأنه أنتي كنتي زوجة أبوهم، وأنه هالبنت بتكون أختهم. ابني جمال، جمال، عمو ميرزا لاقيلي ابني جمال، ابني ابني. جمال ابني ابني. شو صار؟ انتو عن شو عم تحكوا؟ ما في ولا شي. تعالي. لا تخافي لا تخافي، هذا أنا شوكت. أنت شو عم تساوي هون؟ آه عن جد عيب هالحكي، مكاني أنا دائما جنبي. بلا حكي فاضي، ماني ليلى القديمة، تزوجت. شو هالزمن هاد؟ قال حبيبتي ليلى أم عيون السود تزوجت وصارت مرت الأغا يلي الكل بينحني لها. وقفي لشوف، وقفي شوكة، تتركني هلا حدا بيشوفنا. ايه شوفونا، شوفي. شو بدك؟ خلينا نحكي. ايه تمام منحكي، بس مو هلا، انا بتصل فيك.
سيدي، وصلت الأسماء من المشفى. في وحدة مشكوك فيها من يلي كانوا مناوبين مبارح بالليل. هاي هي؟ ايه، نسرين داك ديفرن كانت متهمة بقضية الإتجار بالأطفال من قبل، بس قدرت تنفذ من هاي التهمة. أنا شفت هالمرة، كانت قدام المشفى. ايه مزبوط، لما كنا عم نستناكن مروا رجال وزوجته، والرجال كان شايل بين ايديه طفل. ليكون جمال؟ رح تصير الدنيا ليل ولسه لهلأ ما حدا اجى منهم. ليكون صاير معه شي بالطريق زمرد. الله لا يقدر يا أمي، قلبي ما عاد يقدر يتحمل. دائما لما يكون رح يجيني خبر سيء قلبي بيوجعني. لا، تليفونه لساته مسكر. اختي زهرة يلا فيه يجي بابا. عمو ميرزا؟ عن جد عمو ميرزا اجا؟ يلا تعالي معي بسرعة. تمام. علي قال انه ترك جمال بالمشفى، بس لما رحنا ما كان جمال موجود. يعني عم يكذب عليكم؟ ما بعتقد، بس بصراحة ممكن يكون الوضع خطير كتير. شلون يعني رح يكون الوضع خطير؟ انت شو قصدك تقول؟ قصدي ممكن يكونوا باعوا جمال. شو؟ شو عم تقول باعوا جمال؟ يلا احكوا، وينه ابني؟ اهدي امي، وينه جمال؟ بنتي لا تتوتري فورا، اهدي لهلأ ما منعرف شي، عمو ميرزا عم يهتم بالموضوع. وينه؟ زهرة تعالي لهم، بس وثقي فيه رح لاقي جمال وجيب لك اياه. لا تشغلي بالك، اتفقنا؟ لا تقلقي. خلص ما في شي، لا تخافي بنتي. ايه فهمني لشوف كيف بدنا نلاقي جمال هلا. مو قلتلك اتركها علي انا بحلا؟ بكره بتشوف كيف رح ناخد جمال ونروح. ايه الو امي. ابني ديفران طمني عنك يا ابني، وينك انت؟ ليش تليفونك على طول مسكر؟ عم بيقولوا انه علي لقى جماله على اساس جايبه لهون، بس لسه مو مبين. لا ما في هيك شيء، علي الغبي الفاشل ضيعه لجمال. على كل لا تشغلي بالك، أنا رح لاقي جمال وجيبه بنفسي. برافو عليك يا روحي، هيك ها يا ابني البطل. ما بتتخيل قديش كنت خايفة إنه علي لاقي لجمال ويجيبه على البيت ويقولوا عنك فاشل. ماشي يا ابني، يلا خبرني شو بصير معك. ليلى تخيلي علي ضيع جمال من بين إيديه وديفران رح يلاقيه ويجيبه. هالخبر حلو، أساساً ديفران يلي لازم يجيبه. أنت شبكي يا بنتي؟ مانك على بعضك؟ صاير شي؟ لا مو صاير شي، يمكن تعبت شوي من الشغل. بعد ما راح ديفران في شغل تراكم، كان في كتير حسابات أنا ساويتها وتعبت. يعطيك العافية، ارتاحي شوي يا ليلى، ديفران رح يلاقي جمال ويجيبه على البيت، وقتها كلياتنا رح نرتاح. حبيبتي زهرة، رح نتواصل مع الممرضة اللي شاكين فيها
ونفهم الموضوع. أنا وأمك رح نعمل حالنا بدنا نشتري ولد منا، وبعدين منمسكها بالجرم ومنجيب لك جمال لعندك. لا تقلقي أبدا. لا قولي ابني جمال، الله يخليك، لا قولي ابني قبل ما يأذوه. أنت لا تشغلي بالك يا بنتي، وثقي فيني أنا رح أنقذ جمال ورجع لك إياه. أنا رح روح مع عمك ميرزا، لازم الممرضة تفكر إنه نحن متزوجين وهيك منقدر ناخد جمال ونجيب لك إياه. تمام. بيلين وروزغار اشتاقوا لك كتير، لو سمحت اهتم فيهم. ماشي بهار. ما علينا، أنا رح روح شوف بيلين. يلا، وأنت يلا لشوف امسحي دموع من عيونك. ماشي يلا. لا تبكي يا بنتي، كل شي رح يكون تمام. بيلين، أنت شو عم تساوي هون؟ تعالي فوتي لجوا حبيبتي، الجو بارد بعدين بتمرضي. تعالي. في كتير زحمة جوا، ما بدي فوت بابا. بيلين لا تساوي هيك يا بنتي، انت عم تشوفي وضع زهرة، هي وحيدة وبحاجة إلنا. بكفي، خلينا نفوت مع بعض. في بالشوارع كتير ناس عندهم مشاكل وأمورهم سيئة، منجيبهم كلياتهم على بيتنا؟ شو في داعي تجيبهم على بيتنا؟ عطيهم مصاري ليعدوا بشي فندق، وهي إما معها كمان. ليش عم تساوي هيك بنتي؟ أنا ما حكيت معك بهالموضوع من قبل؟ زهرة ما رح تروح على أي مكان قبل ما تتعافى تماما وتوقف على رجليها وتلاقي ابنها، رح نضل جنبها ونساعدها. وشو دخلنا؟ ليش هي تزوجت وجابت ولد بهالعمر؟ كان المفروض تهتم بدراستها. حبيبتي صار وقت تاخدي دواكي، أنا رح روح جبلك يا ماشي؟ بابا بكفي بقى، حاجة تدافع عن هي البنت، هي وحدة متخلفة تركت المدرسة وتزوجت، أنا ما بدي إياها تضل هون. يا بنت قص هيك تقللي أدب، ما بسمح لك تحكي بهذا الموضوع مرة تانية، فهمتي؟ أنا ما بدي ضل بنفس البيت مع بنت مثلها. شو دخلني ليش تزوجت وجابت ولد بهالعمر؟ المفروض تهتم بدراستها وما تتزوج. أصحك تتضايق يا بنتي، مو غلطك يلي عم تمري فيه، وأساساً ما كان اختيارك، أنتي انجبرتي على هذا الشي. أنتي إنسانة رائعة يا زهرة، وبنت بتاخدي العقل، أنا كتير فخورة فيكي يا قلبي. لا تزعلي. اسمعي، ما بدي شي غير زهرة تكون منيحة ومبسوطة، وما بيهمني شي تاني. ما عندي أي نية إني فوت على حياتكن وآخد منك ميرزا وبيتك. ضلي عم تنكري قد ما بدك يا ملك، بعرف إنك عم تحاولي تاخدي ميرزا مني، بس ما رح تنجحي بهالشي، ومستحيل اسمح لك تاخدي. أمي فيني نام جنبك هاي الليلة؟ طبعاً. تعال. اسم الممرضة نسرين، وأنه نحن متزوجين وجربنا طفل الأنبوب بس ما نجحنا. ماشي تمام. وين رح تلتقوا مع هديك المرأة؟ بمنطقة بيشكتاش. فيني إجي كمان؟ لا ما فيكي تجي، جرحك لسه ما طاب، خليكي هون عم تستنينا بالبيت. بس يا أمي ما فيني استنى بالبيت، والله بجني من القلق. عمو ميرزا أمي بترجاكم خدوني معكم. زهرة برأيي خدوها معكم، لما تكونوا ثلاثة بتصيروا أقوى، هيك بتنتصروا على الأشرار. فيني إجي كمان؟ هاي مانا لعبة يا روزغار، بترجاكم. ماشي، بس بتمنى أنك تنتبهي كتير منيح، وإذا بصير أي غلط
ساعتها بتفشل خطتنا. فهمتي علي؟ تمام فهمت عليك. يلا خلونا نمشي. يلا أمي، أنت ما حطيتي ولا لقمة بتمك؟ ما إلي نفس. الآن على جمال وعلي كثير تأخروا، وأنا بلشت خاف. لا سمح الله لا يكون صاير لهم شي. أمي بصراحة في شي بدي أحكي لك يا بس. شو هو؟ ديفران اتصل ليلة مبارح وقال إنه علي ضيعه لجمال. شو؟ كيف يعني علي ضيعه؟ سألي ابنك هو بيقلك. مبين إنه خجلان ولهالسبب ما عم برد على تليفونه. طيب ديفران شو قال؟ شو عم يساوي باسطنبول؟ ديفران قال لي لا تقلقي ورح يحل الموضوع، اليوم أو بكرة رح يجيب لك حفيدك. رح أجرب اتصل بعلي. اتصلي. فهميلي كيف تغابى لهالدرجة وشلون بيكون عديم المسؤولية وبيضيع الولد. الرقم مغلق، يمكنك ترك رسالة صوتية. يا ترى هذا اللي اسمه ميرزا لا جمال؟ شلون بدنا نعرف هالشي؟ قلت لك اترك الشغلة علي، لا تاكل هم. جمال بيكون ابني وانا كتير خايف يصير له شي. انت عن جد بدك ابنك ولا لا غوية؟ تفضل الاتصال اللي عم نستناه. الو، انا لازم شوفك واحكي معك سيد ديفران، بس ما لازم حدا يعرف بهذا الشي. لا تشغل بالك ولا تقلق أبداً كاظم آغا، صدقني طول ما أنت قاعد هون أنا وزوجي حلمي رح ندير بالنا عليك. إيه أكيد ما عم قول هيك لأنه زوجي حلمي مثل الملاك، بس طبعاً هو مانو أفضل من حضرتك. أنا وحلمي عشنا مع بعض قصة حب حقيقية. حلمي حبني من أول مرة شافني فيها، وقف مثل المسطول وهو عم يطلع فيني. بس صدقني أنا ما اهتميت فيه بالبداية وكنت شايفة حالي وما عطيته وش أبدا. لو شفته للمسكين قديش صار يركض وراي. أهلين عمتي، كيفك؟ ألف الحمد لله أنا منيحة. طمنيني كيفك كاظم آغا؟ إيه ألف الحمد لله كتير منيح. تفضلي، هو متسطح جوا وأنا قبل شوي حضرت له الفطور وهو هلأ عم يأكل. يعطيك العافية، برافو عليك يا بنتي. تسلمي. اطلعي ما شاء الله عليه مثل الجبال. إيه ومثل ما لك شايفة هو حب الفطور اللي سويت له. إيه. يا الله يرضى عليك يا بنتي. عمتي شو بدنا نساوي؟ ناخده على القصر هلأ لكاظم آغا؟ لا يا بنتي مو وقتها، رح نهتم فيه هون. اسمعيني، ما لازم حدا يعرف وخاصة بهي خانم، فهمتي؟ ايه هلأ أنت أول ما نقعد معه بتتسمع على حديثنا، تمام؟ ايه تمام. لشوف جهزتنا الصوت. كل شي تمام، تمسكها بالجرم المشهود، لا تستعجل ماشي؟ وأنت لا تقلقي ولا تزعلي ماشي بنتي، اليوم رح نلاقي جمال إن شاء الله يا أمي. لا تخافي، يلا استنونا بالسيارة. ماشي. ملك ليك هنيك.
نسرين خانم؟ مرحبا، أحمد بيردان. أهلين وسهلين. حكينا على التليفون، زوجتي. مرحبا. مرحبا. أنتوا حلوين وكتير لابقين لبعض. شكرا إليك. عن جد أنتوا مو ناقصكن هلأ غير شي واحد. إن شاء الله رح نقدر نوصل له بفضلك أنتي. كتير رحنا على دكاترة وجربنا طفل الأنبوب، بس للأسف ما أجانا أولاد. فكرنا أنه ناخد طفل من دار الأيتام، بس لازم نستنى كتير لنحصل عليه، وبتعرفي الإجراءات بتاخد وقت. وأنا ما عاد فيني استنى أكتر ليصير عنا ولد، بدي يكون عنا عائلة بأسرع وقت. لا تشغلوا بالكن أبداً، رح ساوي كل يلي بيطلع بإيدي لساعدكن. بس بتعرفوا هالموضوع كتير حساس، هي أول مرة منتقابل وأنا ما بعرفكن منيح، لازم نتعرف على بعض شوي لحتى يصير في ثقة بيناتنا. إيه يا دكتورة، أحكي لأشوف، شو في ببالك؟ تاخد زوجتك وبتروحوا من هون بأسرع وقت. بدي ملك وبنت زهرة يطلعوا من حياتنا وما عاد يرجعوا لهون مرة تانية. من أول ما تزوجنا تمنيت جيب أولاد وإني صير أم بسرعة وجيب لزوجي ولد ونصير عيلة كبيرة، بس ما صار هالشي، هيك نصيبنا بهالدنيا. إن شاء الله أنتي رح تساعدينا بهذا الموضوع، يعني نحنا ما عم نساوي شي سيء، مو هيك؟ رح ناخد ولد ما حدا بده اياه ونأمن له حياة حلوة. بالنسبة لأي ولد مو ضروري نكون أبوه وأمه الحقيقيين لنعطيه المحبة والاهتمام والرعاية. نحنا أساساً مبسوطين بحياتنا، وطبعاً رح نكون مبسوطين أكثر إذا صار في عنا ولد بحياتنا. انتوا لا تشغلوا بالكن ابدا، بوعدكم بقرب وقت لاقيلكن ولد صحته منيحه ويكون حلو مثلكن. ايه رجاءا، بتمنى نحن نصير عيله حقيقيه. بس انا عندي سؤال، رح نتعرض لشي مشكله او انت صار معك شي مشكله بخصوص هالموضوع؟ ولا مره تعرضت لمشكله، انا بشتغل بطريقه نظيفه كتير. لسه امبارح عطيت طفل رضيع لعيله ما بتتخيلوا قديش حبوه وانبسطوا. زهره انت استني هون. إذا نحن اتفقنا أنا بدي نص المبلغ كرعبون، وبتعطوني باقي المصاري بعد ما سلمكن البيبي. اتفقنا. يعطيكم العافية. نسرين داك ديفرين؟ إيه أنا. أنت رهن الاعتقال. والله إذا نحن أخذنا جمال، زهرة ما فيها تعيش من دونه، وملك نفس الشي. الموضوع بهالبساطة، يعني كلياتهم رح يلحقونا برجليهم. طيب وإنت كيف بدك تاخد جمال؟ حتى إذا بترفع دعوة ما بتقدر تاخد طفل بهالعمر من أمه. إيه صحيح، معك حق، بس هذا الشي كان ممكن يصير لو أمه عايشة. شو قصدك تقول؟ دكتورة، زهرة بالسجلات الرسمية متوفية، يعني الموضوع بسيط، بس جمال يوصل لعندي تعطينا خبر ونحن منجي مع الشرطة ومناخده. طلعي فيه، إذا حبيتي تتعاوني معنا وقتها بتتخفف عقوبتك، هيك القانون. وهلأ أحكي لي، لمين بعتي البيبي؟ يلا أحكي لمين بعتي جمال؟ وينه جمال؟ أحكي وينه ابني؟ وينه ابني ولمين بعتي؟ يلا أحكي لشوف شو سويتي فيه؟ تركيني حبيبتي، خلص تعالي. فاتح قارلي مهندس معماري وزوجته مصممة أزياء واسمها سيفيلاي أو هيك شي، يمكن تأخرت وما عاد تلحقوهم.
كانوا ناويين يسافروا على ألمانيا وياخذوا معهم الولد، وفي احتمال يكونوا بالطيارة هلا. أمي أسرعوا أسرعوا. أمي اهدي حبيبتي، إن شاء الله رح نلاقي. تسلم لي حبيبي. يلا تعال رح نروح. يلا تعال. على المطار إذا بتريد. روح لهني بسرعة. ماشي. آخ يا أمي آخ، كأنه عيونك عم تحكي. يا ريت ديفران يجيب جمال ويفوت من هالباب هلأ. ساويت لك فنجان قهوة، عادي هون واشربي. صحتين وهنا. يلا أمي تعالي. تعرفي يا أمي، كان مبين إنه علي ما رح يقدر على هيك مهمة وأكيد رح يفشل. الحمد لله إنه ديفران موجود وأكيد رح يوفي بوعده إلك ورح يجيب لك جمال. هالمرة رح تساوي اللي اتفقنا عليه؟ شو بيضمن لك هالشي؟ رح تعملها، لأنه كل همها أنه تتخلص من زهرة وملك، وما رح تضيع الفرصة. أختي ياسمين، شفتي لي حلقاتي يلي شكلهم وراء شجر؟ وراء شجر؟ آه، أنا فكرت أنه هدول الحلقات لأمك وحطيتهم بغرفة النوم تبعها. ماشي شكرا حبيبي روزغار. يلا تعال كون لشوف. أمي وأبي مع المرأة؟ بس شلون هنن مع بعض؟ بسنة 2000؟ معناها بيعرفوا بعضهم من زمان كتير. ماشي يا أخي، شكراً لك. كله تمام حسب السجلات، طيارتهم بتأقلع بعد ساعتين. كتير منيح، معناتها رح نمسكهم. أمي شو حلو نقول هالكلمة، أنا عن جد ما نمصدقها أبداً. بعد شوية رح نطلع بالطيارة ورح نروح عبيتنا الجديد. ما ضل كتير يا قلبي، ما ضل كتير. هاي هاي، انتي لوين رايحة؟ بدي روح شوف ابني 5 دقايق وارجع، لاني تاركته بالبيت لحاله. سألتيني بالاول؟ ما فيك تطلعي وقت اللي بدك، انتي عندك دوام هون. رجاءً لا تواخذيني، بالي مشغولة عليه كتير.
ماشي، روحي 5 دقايق، لا تتأخري. فيصل، أنا طالعة شوي. ماشي يا خانم. غريبة، شو كل هالعجقة هي؟ الظاهر في حادث. بس هيك ما فينا نلحقه، هلأ رح ياخدوا جمال. لا تشغلي بالك زهرة، ما رح يقدروا ياخدوه على أي مكان، رح نلحقهم وناخده. كتير منيح إنك جبتينا على هالمكان. ما بتصدقي قديش اشتقت لك. خليني ضمك. استرجي تعملها. ما فارقتي خيالي وانا بالسجن. ما عاد في شي بيربطنا ببعض. يا ريت تنسى علاقتنا نهائيا. كل شي صار بالماضي وانتهى. انا متزوجة هلا. ايه بسيطة، بتطلقي مني. اساسا صار لك زمان معه، ما بيكفي هلا. وبعدين شو فيها يعني؟ نقدر نضل مع بعض دائما. الباب لو سمحت. شكرا لك. يلا حبيبي. يا ترى امتى رح تتصل هاي المرة؟ اصبر لك شوي يا علي، استنى واكيد رح تتصل. اهلين وسهلين امي. اهلين يا روحي. ياسمين، اتصل ميرزا؟ لا ما اتصل يا خانم. يلا انت روح كمل لعب. شو هدول امي؟ انتي كنتي بتعرفي هالمرة من 15 سنة؟ مكتوب هون من سنة 2000 وابي متصور معه. يعني تعرفنا على بعض لفترة، بس صدقيني هالشي مانو مهم ابدا. صرنا سنين ما التقينا. ما علينا، انا فايتة غير ثيابي. عن الولد شو انتي مجنونة؟ لك انا بكون امه لجمال. شو عم تساوي؟ تعال، انتو متهمين بخطف الطفل، امشوا معنا. شو عم يصير؟ ابني شو هالحظ هاد؟ يلا امشوا لشوف. الحمد لله. ليش ما قلتي لي إنكم بتعرفوا بعض؟ لأنه ما كان في أي داعي أحكي لك. يعني بابا بس لأنه بيعرفها من قبل عم يهتم ببنتها؟ بصراحة إيه، هاد هو السبب. أبوكي حتى لو حدا غيره وقع بمشكلة كان رح يساعده. إجا بابا والبقية وجابوا جمال كمان.
البيبي صار بالبيت. بابا ضربوا للي خطفوا ابنك؟ لا ما ضربهم، بس أبوك سوى خطة رائعة كتير وأنقذ جمال منهم. ممنونتك كتير، ما بعرف كيف بدي أتشكرك عمو ميرزا. العفو حبيبتي. يا روحي، معقولة هالحكي؟ بهار، ممكن نفوت على المطبخ؟ ملك، تعالي معنا كمان، بدي أحكي بموضوع. زهرة مسكي جمال. حبيبي انت بتحبيه كتير؟ ايه طبعا، هو عيوني وروحي. وانا كتير حبيته، جمال بيبي حلو مهضوم. ألف مبروك للكل، هاي زهرة وجمال اجتمعوا. هالشي بفضلك. بس هلأ في موضوع أهم بكتير. وشو هو؟ لازم نقول لزهرة أني بكون أبوها، وكمان لبيلينو روزجار. لا ميرزا، ما فيك تقلن، مو هلأ. ليش؟ لساتن ولاد، شلون رح يتقبلوا هيك موضوع؟ ولازم نحضرن نفسياً لنخبرهم هالحقيقة. وكمان مو لازم تعمل تحليل الدي ان اي؟ تحليل الدي ان اي؟ انت شو عم تقولي بهار؟ Yeah.